رواق الصعيد بقى الحلو ده السهل. سخن لبن طبعا حسب العدد اللي هعملها قد ايه. تعالى انت هنا جيبوا الرواق كده اتكسر ماشي. لا انا حماتي ربنا يديها الصحه، اتعلمت منها كتير صراحه الاكل الصعيدي كله. ماشي كسر كده كل واحد بقى الطبق بتاعه او طبق كبير للكل بقى. ماشي تعالوا بقى هنا للبن وسمنه. حاضر ماشي كل ده ايه في اللبن اهو. سخن اللبن حط السمنه ونحط السكر. حلو الكلام. طبعا ده عند التقديم على طول، يعني هنحط كده اللي هياكله على طول بقى. دي وصفه صعيدي 100% والفطير ده فلاحي 100% وانا انترناشونال بقى في النص. ماشي اهو كده 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 بس، ولا اي حاجه تانية معاها ولا اي حاجه تانية.